السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية خلية زمان أو كما يقال عليه القبح القديم وعسل زمان ونحل زمان. تساؤل ما زال يثار في بعض الأحيان والحديث حول خلية زمان، هل تختلف خلية زمان عن خلية المستقبل؟ وهل كنا في الماضي أو كان أجدادنا في الماضي لا يضعون مواد كيميائية ولا يدعون تغذية ولا يقدمون أي خدمة للنحل، يدعها كما هي، دعها فهي مأمورة وقد أوحى الله إليها. لكن في وقتنا الحالي كل الأوضاع تغيرت، فهل نستطيع أن نعمل مقارنة بين خلية زمان وخلية اليوم؟ أستاذ رشدي في مداخلة حول هذا الموضوع، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي أشرف. أنت تتساءل لماذا كان النحل في الجرن يعيش بلا علاجات بلا تغذية بلا أي شيء. أخي أشرف شوف، يعني قبل الثمانينات، يعني في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، كانت تربية النحل شيء واليوم أصبح شيء آخر. فمثلاً يعني ببداية الثمانينات ما كان في عندي نحل ولا كنت أعرف شيء عن النحل، لكن كان في لي أصدقاء عندهم نحل وكان في لي أقارب برضو عندهم نحل وأسمعهم وهم بيحكوا. فما بعرف بالضبط هي بسنة الـ81 أو 82 بالتحديد لا أذكر، قالوا أو في نهاية السبعينات قالوا إنه أجا مرض على النحل، وهذا المرض من قضى على معظم خلايا النحل في فلسطين كاملة، يعني في فلسطين التاريخية، والنحالين خسروا أعداد هائلة جدا من النحل. يعني اللي كان في عنده 100 خلية يمكن رجع عنده 10 أو 15 خلية. طبعا هذا المرض فيما بعد عرفت انه هو هذا المرض اللي هو الفاروا. الفاروا دخلت عندنا في هذيك الفترة اما في نهاية السبعينات او في بداية الثمانينات. بعد هاي المرحلة، بعد وصول الفاروا الى فلسطين، في هذه المرحلة اختلف اختلاف كامل تربية النحل في يعني في فلسطين او في الشرق الاوسط بشكل عام، لانه ما كان واصل الفاروا. هي اجت من شرق اسيا ثم انتقلت الى كل العالم بسبب تطور المواصلات و التجاره في النحل اصبحت عبر القارات كلها، فانتقلت الى الفاروا وانتشرت بشكل سريع الى كل العالم ولم يبقى الا استراليا. وحتى سمعنا حديثا انه استراليا وجدوا فيها بعض الخلايا المصابة بالفاروة. الامر الثاني اللي اثر على تربية النحل اللي هو تدخلات الانسان الخاطئة والجائرة في بعض الاحيان. فمثلا التغذية البروتينية مثلا اللي احنا بنعملها او كثير من النحالين يعني بيستخدموها، ربما فيها أشياء ضارة في الجهاز الهضمي للنحل، وبالتالي يعني هذه التغذية تؤثر سلبا. والتغذية السائلة بما يضيف إليها بعض النحالين من البهارات خلينا أسميها، هذه برضو تأثيراتها برضو سلبية، لأنه بحطوا هذه البهارات على التغذية السائلة بشكل مباشر. فكل هذه الأمور والقط يعني الجني الجائر للعسل، يعني لما النحال أو بعض النحالين بيأخذوا العسل من صندوق التربية وبيأخذوا العسل برضو الموجود في صندوق العسلة، في صندوق عفوا بيأخذوا كل العسل الموجود في صندوق العسلة وبيلحقوا إذا في إطار أو إطارين عسل في صندوق التربية بياخذوهن. طب هذا النحل جمع كل هذا العسل حتى هو تكون له مخزونه
في فصل الخريف والشتاء، فلما النحال بأخذ هذا العسل شو بده يعوض؟ يعني شو بده يعوض يعوض عن هذا العسل؟ هو أخذ مثلا ما يقارب 15 20 كيلو من الخلية عسل، فلو بده يعوضهن هذول يعني سيحتاج إلى تقريبا ما يقارب 50 لتر من التغذية السائلة، وتكون هذه تقريبا 1:1 حتى انك تقدر تعوض هذه الكمية من العسل. ناهيك عن انه النحل الذي يتغذى على العسل يعني صحته راح تكون افضل من صحة النحل الذي يتغذى على السكر. بالنسبة للامراض مثلا، الامراض كل الامراض التي تصيب النحل يعني يتشافى منه هذا النحل بمجرد ما انه بدأ في جمع الرحيق وحبوب اللقاح الطبيعي. ومجرد ما أن النحل تغذى على الغذاء الطبيعي وليس على العجائن والمحلول السكري وإلى آخره، النحل يتشافى تلقائيا، سواء مثلا من مرض النوزيمة، من مرض تكيس حضني، شلل النحل، كل هذه الأمراض حتى فيروسية بكتيرية فطريات إلى آخره يتعافى النحل منها تلقائيا. كمان مثلا يعني النحال أحيانا من الأسباب اللي بتؤدي إلى أن النحل ما يعطي المردودية كما هو الحال في الطبيعة، أنه النحل في الطبيعة يبني الشمع بالقدر اللي هو بيحتاجه بالضبط 100%. الملكة تضع البيض بناء على المرعى الموجود عندها وبناء على النحل الموجود يعني في داخل الخلية، يعني عوامل بيوافق ما بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية بنسبة 100%. لكن عندما يتدخل الإنسان ويضيف إطارات أساس في غير وقتها ويضيف إطارات مبنية في غير وقتها، وخلينا نقول يعمل تذبذب في كثافة النحل الموجودة، هنا النحل سيتعرض إلى شيء من الإرباك، وربما هذا الأمر يؤدي إلى ظهور بعض الأمراض وخصوصا الأمراض التي تصيب الحضنة. على كل الأحوال، سواء بالنسبة الجرون زي ما انت ذكرت حضرتك او النحل اللي ممكن انه يسكن في البر، سواء في جذع شجرة او في صخرة او ما شابه، هذا النحل لن يستمر اكثر من سنة، لانه الطرد عندما يخرج الطرد من الخلية على الغالب يعني ما بكون في عليه كثير فروة. لما بتعلق النحل على الشجرة لمدة 2 3 4 5 أحيانا يوم أحيانا يومين، هو يتنقل من شجرة لشجرة حتى إنه يلاقي مسكن. خلال هذه العملية عندما يكون متعنقد على الشجرة بتكون في عملية مستمر، الحركة في داخل هذا العنقود النحلي بتكون دائما عملية مستمرة. في النحل اللي داخل العنقود بيخرج إلى الخارج، والنحل اللي من الخارج بيدخل إلى الداخل. هذه العملية كلها تؤدي إلى تساقط الفروة عن هذا النحل. فإذا يعني ذكر أحد المهندسين وقال إنه هو عمل تجربة ووضع كيس أبيض تحت عنقود النحل، فوجد إنه كثير فروة بتسقط من النحل وأثناء تعنقد النحل على هذا الشجرة. يعني باختصار بكون النحل نظيف من الفروة عندما يدخل إلى بنسبة عالية جدا، طبعا النظافة هذه عندما يدخل في داخل شجرة أو داخل صخرة ويبدأ في بناء الشمعي وبناء عش الحضني، فبكون يعني نسبة الفروة فيه ضئيلة جدا جدا، وهذا اللي بيساعد على انه النحل ينشط بسرعة ويتطور بسرعة، حتى لو النحال او حتى اذا ما حدقت دم له علاجات للفروة. ولكن الفروة هي تنتقل من نحلة إلى نحلة أثناء وجود النحل في المرعى، ثم يبدأ هذا الفروة تتكاثر في عشاش الحضنة في هذه الخلايا، وبالتالي
عمرها فقط سيبقى لا يزيد عن سنة واحدة، يعني في نهاية الموسم أو مع بداية فصل الشتاء بتلاقي هذا النحل انتهى، سواء بسبب الفروة أو بسبب عرثة الشمع اللي هي بتكون على الإطارات الخالية تقريبا، فتبدأ عثة الشمع بمهاجمة الإطارات الفارغة في الخلايا الموجودة في الصخور أو الشجر، وبتصير يعني عامل مساعد في أنه تنتهي حياة هذه الخلية بالإضافة إلى البرو. تحياتي.